الآن في عندي بعض الحروف ما زال يعني أهل الخط في هذا الخط يعني تحتاج إعادة دراسة. أول حاجة حرف الراء، هذا حرف الراء، لأن بعض الخطاطين بيكتبوا هذا الحرف بهذا الشكل. طب هذا الحرف صار بده يسقط على الأرض، وبعض الخطاطين بيكتبوا الحرف بهذا الشكل، يعني إلى حد ما الزاوية عالية. طب وين الزاوية الأنسب؟ الزاوية الأنسب إنه يكون مريح للنظر، متناسق مع الخطوط الأفقية الرأسية عفواً والخطوط الأفقية. طيب هل هنالك شكل آخر للراء؟ طبعاً الراء لما تكون متصلة هذا الشكل يعني العديد من الخطاطين ما بيحبوا يستخدموه، في صعوبة في التنفيذ. هذه الحركة اللي هون بيحبوا يستخدموا الانسيابية هذه. طيب ننتقل لحرف آخر مثل السين. الآن السين إذا كتبت أنت في مسابقة تتعلق بالخط، إذا كتبت السين بهذا الشكل ما بتفوز، بيعتبروا أنه هذا الشكل يعني غير العفو. فازت لوحة دبلة بالسين. أيوة، لكن في تجاوزات، في تجاوزات، لكن هو قاعدة الجلي ديواني لازم تكون مختلفة عن الديواني، لأنه إله هو إله يعني شكله ويعني هيئته المستقلة تماما. لأن هذا السين الآن إذا نظرنا إلى السين هذا نفس القواعد، الفراغ بين السن الأول والثاني أقل من الفراغ بين السن الثاني والثالث في كل الخطوط، ثلث، نسخ، رقعة إلى آخره، هي الحروف وحدها لكن تطورت عبر الزمن، لكن أخذت نفس الشكل. يعني هو الألف لما كانت هيك، والباء كانت هيك، والجيم كانت هيك، هذه دائرة وهذه خط أفقي وهذا رأسي، بعدين تغيرت. فاللي بيكتبهم غير هالنمط المعتاد معناته هو خارج عن القاعدة. طيب هذه السين عندنا مشكلة في كتابة الكأس، كأس السين اللي هو عبارة عن نون. طيب في الخطوط الأخرى الرقعة، النسخ، خلينا نكتب سين في النسخ وسين في الرقعة، ماشي، ونأخذ النون تبعتهم. هذه النون في خط النسخ، نون في النسخ. وبالمناسبة في مشكلة بموقع السطر، فهم موقع السطر عند الخطاطين. هذه نون في النسخ، طيب هذه نسميها الكأس، إذا وضعنا لها هيك صارت سين، وضعنا لها هذا الشكل صارت صاد، وضعنا لها ألف صارت لام، وضعنا لها رأس الفاء والقاف صارت قاف. طيب الآن في عندي الباء، عفوا هذه باء، النون والباء على أساسهم كثير من الحروف، يعني هم الأساس القاعدة للعديد من الحروف في الخط العربي. الباء وضعنا لها فاء، رأس الفاء صارت فاء، وضعنا لها ألف صارت كاف. إذن في عندي أنا الباء للكاف، النون لللام. طيب في خط جلد ديواني، خلينا نشوف بخط جلد ديواني، وأنا أعتذر يعني العديد من الخطاطين ما بيميزوا بين هذه القواعد في خط جلد ديواني، ففي يعني في أريحية في الكتابة، في حرية مطلقة. أتمنى يعني في المستقبل إنه يعني يصار إلى عقد يعني هيك، وأتمنى حتى في هذا المعرض أن تكون هنالك جلسة ندرس فيها أشكال الحروف بالتفصيل من الألف إلى الياء، إنه هذا الحرف إيش أساسه، هذا الحرف إيش أساسه. بنيجي على الحرف النون اللي هو في جلد ديواني، هذا النون في جلد ديواني، طبعا أنا مضطر أبعد عن الحرف، أنا ما بشوف الحرف زيكم، بشوف من الجنب، لكن إذا بدي أكتب بشكل صحيح لازم أكتب هيك.
هذه كتلة النون في الجلد الديواني. طيب هذه كتلة النون هل هي كتلة اللام؟ هل هي كتلة الياء؟ طب هل هي كتلة الكاف؟ بدنا نصل لقواسم مشتركة. أنا بقى يعني وجهة نظري أن حرف النون الكتلة البصرية، يعني بنعتبر حالنا مش خطاطين، احنا بنعتبر حالنا متلقي، فنان تشكيلي أو أي إنسان بينظر إلى حرف النون لازم لما ينظر إلى اللام إلى القاف إلى الألف المقصورة والياء لازم ينظر لهم بنفس الكتلة. يعني مش من المعقول أني أنا أجي أكتب كلمة مثل كلمة على كيف الطريقة مريحة على الواقف؟ أريح من الجالس صح؟ أتوقع أريح وأسرع. أيوة. الآن هذه كلمة على. طيب هذا شكل الياء، بجانبه بدي أكتب حرف اللام. مش معقول أجي أكتب حرف اللام بهذا الشكل، فهذا خطأ، لازم يكون متناسق مع الألف المقصورة. فإذا كان في كلمة في النص فيها حرف اللام فبيكون حرف اللام حجمه متناسق مع هذا الحجم تقريبا 3 نقاط من عرض القلم تقريبا، حتى يعني ما نحصر أنفسنا في ضبط النقاط. إذن يعني نحن بحاجة إلى رؤية جديدة لأشكال كل مفاصل الحروف. طيب ننتقل لحرف آخر، حرف الكاف. هل يجوز في خط جلد ديواني أنه نستخدم الكاف؟ حكينا في الرقعة والنسخ أنه الكاف عبارة عن ألف في الرقعة وباء، وفي النسخ عبارة عن ألف وباء كذلك. أوكي. طيب في جلد ديواني هل الخط في جلد ديواني نستطيع أن نعتبره ألف وباء؟ مش معقول. طيب بدنا حل. الحل الأفضل أن يكون الكاف ألف ونون مثل اللام، ونضع له إيش؟ الهمزة الكافية. وبالمناسبة يعني هذا المصطلح هذا الشكل هو ليس همزة، هذا شكل حرف كاف صغيرة يوضع داخل الحروف سواء بالنسخ أو بالرقعة أو كذا، لكن خطأ شائع أن يقال له همزة، هو ليس همزة مطلقا. فلذلك حرف الكاف الشكل الأول أن يكون على شكل لام، وقد يعني استخدمه العديد من الخطاطين ووضع له الشكل الهمزة الكافية، أو وهو الأجمل والأفضل أن يكون على شكل مادة النون. طبعاً هذا الشكل يعني مريح للنظر أكثر، وأحياناً بيعطي الخطاط فرصة يعني للمساحة يتحرك فيها بشكل أكبر، ولكن أحياناً بيكون هذا الشكل يعني بيضبط الخطاط يعني أنه يستخدم حروف أخرى في بقية النص أو أشكال محددة من الحروف في بقية النص. طبعاً هذا الشكل إذا استخدمناه للكاف وللنون وللباء في نفس اللوحة يعني لابد أن نغير من الحجم من المساحة. في بعض الكتابات تجد أنه بعض الخطاطين بيجوا بيستخدموا حرف التاء مثلاً، حرف التاء بهذا الشكل. نفس التاء هذه تلاقيها بنفس اللوحة بهذا الحجم. فهذا الحجم أنت يعني بتضغط كثير. اللوحة المشهورة للأستاذ حقي
على الرغم من أنه لوحة يعني في منتهى الجمال والدقة والروعة، إلا أنه يعني حرف التاء فيها صغير. للمتلقي العادي يقول لها لو شوي كبر هالحرف وعمل يعني شكل آخر. طيب، هل هنالك فرق في الشكل والكتلة بين النون وبين التاء؟ يعني وجهة نظر المتواضعة لازم يكون في فرق، لازم يكون صحن النون أوسع من صحن التاء، يعني هذا للنون أوسع وهذا للتاء أقل. طب الكاف وين منروح؟ الكاف عادة بيستخدموا لها يعني أقرب شكل النون من شكل التاء. طيب، الآن بعض الخطاطين مثل حامد الآمدي رحمة الله عليه كان لما يكتب اللوحات يوقف بالحبر. الآن أنا لو بكتب بالقصبة العادي ما عندي أريحية أكتب الحرف كامل، مستحيل، لأنه لازم أوقف لأنه استمداد الحبر رح ينتهي الحبر في الورقة. فالكثير من الخطاطين لما يكتبوا هذا الحرف رح يجوا على المنطقة هذه ويوقف، وممكن يعمل حركة بسيطة زي هيك إنه أنا وصلت هون ويتابع. لن ننتقل لحرف آخر اللي هو حرف الجيم، وهذا الحرف يعني أجمل شكل كتب لغاية الآن الجيم عند الأستاذ وسام، ما شاء الله تبارك الله. هو كان مكتوب عند حليم، لكن يعني يعني كيف الطبخة هذه اللي بنحط لها بهارات وبتظبط تماماً، الأستاذ وسام عمل كذلك. يعني الحرف موجود لكن أعاد صياغته بشكل جديد، ولغاية الآن معظم الخطاطين بيحاولوا أنه يقلدوا هذا الحرف وأنا منهم. ما في خلاص، هي هذه لمسة فنية ما شاء الله تبارك الله. طيب، بنيجي لحرف الجيم. في الكتابات كلها حرف الجيم يقسم قسمين. الجيم، خلنا نأخذ خط النسخ مثلاً، الجيم في النسخ هذا هذه المنطقة هذه المنطقة نقطتين تقريبا من عرض القلم، نقطتين كله أربع نقاط، هذه المنطقة تساوي هذه المنطقة. طب في الجلي ديواني نفس العملية، لازم الرؤية البصرية، أنت لما تطلع على الحرف ترتاح، لكن كثير من الخطاطين في عندهم يعني تقزيم لشكل حرف الجيم إذا استخدموه في الشكل الأول اللي هو هذا الشكل. طبعاً هذا الشكل حرف الجيم، لازم تكون هذه المنطقة تساوي هذه المنطقة اللي فيها يعني هذه الحركة اللي هي مكملة لحرف الجيم. طبعاً هذا الشكل الأول اللي بيأتي بعده حروف صاعدة. الآن وين اللي بصير يعني عدم الضبط الأكثر؟ في الشكل الآخر اللي بيجي بعد الحروف الأخرى اللي هو هذا الشكل. أنا آسف مش شايف أنت مظبوط، كمان مرة، هذا الجيم لأن الشكل الآخر بدنا نفهم، عفواً يعني بدنا نستوعب أنه إيش الحرف اللي راح يجي بعد الشكل، حرف الجيم أو الحاء أو الخاء. إحنا لما نتكلم جيم نقصد الثلاث حروف. هذا الشكل هل هو في البداية؟ رأس الشكل أيضاً بيتغير، رأس الشكل بيتغير. الآن مكان الوصل بعض الخطاطين بيستخدموا هذا الشكل، ما بعرف أنا، قد يكون هذا الشكل مش الشكل الأجمل. طب أنا عندي مكان، في عندي مجال أستعمل هيك وأخذ على الأقل ثلث المسافة وأعطي ثلثين للمنطقة الأخرى حتى يعطيني يعني أريحية وانسيابية أكثر في شكل الحرف. لأن وين المشكلة بتصير؟ المشكلة بتصير في كتابة هذا الحرف في كلمات مثل كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعض أشكال الحروف يعني خارجة عن مألوف كتابة الحرف. خلينا نكتب مثلا هذه الميم،
طبعا الدفتر هذا اذا خلص بنقلبه بنستخدم المساحه بالاسفل عاديه. هذه كلمه محمد، راح اكتب كلمه محمد حتى استخدم حرف الميم بعده اشكال. هذه الميم الاولى، طبعا هذه الميم اذا استخدمت هذه الميم لازم استخدم الشكل الاخر من الجيم اللي هو هذا الشكل. اي شكل فيهم؟ لا هذا ولا ذاك، هذا الشكل بيناتهم. يعني راح نكتشف بانه الراس تغير شوي، يعني طبيعه حركه الياء هيك بيطلع اجمل. طيب هذه كلمه محمد، الميم معها. طيب اذا استخدمت هذه الميم هي نفسها، فرق يعني عندي خيارات متعدده لبدايه حرف الميم. طيب هل استطيع استخدام هذه الحركه للدلاله على الجيم؟ يعني هذه ديواني لازم احنا يعني نتجاوزها. احيانا بنضغط في المساحه بروح تجاوزا مستخدمها، بنضغط في المكان ما بستطيع استخدم اخذ حريتي واعمل هذا الشكل. ها في خطاطين بيستخدموا هذا الشكل اللي هو اتصال الميم مع الحاء. طيب خلينا نعمل الميم الثاني مع التاء. باعتبار انها يعني شكلت. طيب وين الكتلة الأجمل لحرف الجيم؟ الكتلة الأجمل لما يكون هذا الحرف مجموع. وبصراحة في اختلاف كبير في كل أشكال حرف الجيم في المعرض. دققوا بشكل حرف الجيم الموجود في المعرض، يعني بجلد ثلث بالثلث بالنسخ كم نقطة ارتفاع الجيم؟ 5 مش هيك؟ بالنص كم؟ 4 تقريبا. ايوه بالخطوط الاخرى. ليه؟ في رؤيه بصريه، كتله خطه بالجلد ديواني. الجلد ديواني انتهى الوقت؟ لا اعطيني اعطيني مجال. خلص بال ما شاء الله عليك. بالجلد ديواني الخطاطين مش عمالهم بيستطيعوا هضم هذا الحرف. حقيقه الحرف الجيم لما يكون مجموع او ملفوف فبيستخدموا ايش؟ يعني بيستخدموا اجتهادات بتغير شكله. خلينا نكتب هذا الجيم المجموع. وين انتهي؟ هون. اتابع هون واتابع حتى يصير عندي الشكل البيضوي. طب اين مركز الثقل؟ مركز الثقل في الوسط هون اللي بده يتلامس مع السطر. وين المفصل؟ المفصل الاول راح يكون في المنطقه هذه. وين المشكله راح تصير؟ المشكله راح تصير في هذا الاتصال اللي بعد الحرف. بتكبر بتنزل بترفع حسب ايش؟ حسب الحرف اللي راح يتصل فيه. يعني ممكن يتصل فيه حرف السين. صعبه. شكرا استاذ وسام. استاذ منتصر، لانه في معاناه جدا لاتصال حرف السين مثلا بهاي المقطع، ما هو ما بيعرفها الا اللي بيعاني فيها. كويس. طب لو كان في بعدها عين وبعد العين راء سهله. ها طب لو كان بعدها ميم؟ طب لو كان بعدها واو؟ مشكلة. لو كان بعدها واو مشكلة كبيرة. الآن إحنا أثناء كتابة اللوحة أحياناً بصير عندنا في هذا الخط اللي هو بسميناه خط مطاطي، يعني بصير عندنا أحياناً يعني بنصغر إشي بيتناسق مع الحرف اللي بعده. يعني ممكن نوسع هالكتلة هذه، نوسعها شوي أو نضيقها شوي حسب الحرف اللي بعده، حتى ايش؟ حتى المشاهد للكتله ما يشعر انه احنا والله الحرف اللي بعده انضغط او ما اخذ حقه من المكان. طيب هذا حرف الجيم. بناتي الى حرف اخر اللي هو الصاد. والصاد والله بصراحه يعني انا اعتذر، يعني انا اعتذر. نحن نتوقف هنا. كم دقيقة معي؟ لا ما معك ولا دقيقة. طيب دقيقتين، دقيقتين للصاد. دقيقتين تجاوزت بس دقيقة. خليني أقول كلمة في حقك، أو كلمة في حقي. الله يبارك فيك. أولا ما شاء الله، بارك الله فيك، ما شاء الله على صبرك، بارك الله فيك، وعلى أريحيتك وكرمك. استغفر الله. وهذا الموضوع يعني أنت يعني موليه اهتمام كبير،
وشروح مفيدة جدا، لكن نحن تجاوزنا الوقت كثير جدا يعني بأكثر من ساعة، وفي ناس طبعا عندهم مشاوير أخرى وفي التزامات للآخرين. نود والله لو كان يعني بوسعنا جميعا أن نتفق ونجلس إلى يعني ساعات وساعات. جزاك الله خير. بس تسمح لي أكتب حرف الصاد والعين. نعم الصاد والعين. نعم تفضل. الصاد والعين. نعم. دقيقة واحدة. الصاد فضل. والعين. الآن معظم الخطاطين للأسف فهمهم لحرف الصاد يعني في خط الجلي ديواني يعني في كتلة ضخمة جدا جدا، يعني مش معقول أنا أكتب حرف الصاد مثلا بهذا الشكل. انا بدي اكتب طريقتي في الكتابه، طريقتي في الكتابه هذه، هذا حرف الصاد. عفوا خلينا نكتب بالاول كتلته وبعدين نكتب شكله الحقيقي. هذه كتله صاد مثلا، ها هذه كتله صاد، بدايه نهايه ميلان، العين في الفراغ لها مساحه معينه، الطاء مثلا، ها الطاء هذه طاء مثلا. الان لما نجي على حرف الصاد بده يكون اوسع، ها بس مش أوسع بكثير، يعني مش معقول أنا أجي على حرف الصاد عفواً أكتب بهذا الشكل هذا صاد، ها وبعدها دال بهذا الحجم، مش معقول. ليه؟ لأنه أنا يعني صارت الرؤية، ما بتكلم عن خط، بتكلم الآن عن رؤية بصرية، عن منظور. لو إجى رسام مثلاً وطلع على الكتلة هاي بقول هذا يعني بعيد عن الحقيقة. طب شو الحل؟ الحل إني أكتب الصاد بهذا الشكل، اللي هو إذا جينا قارناه بحرف الطاء ممكن يتجاوز شوي حجم حرف الطاء. تقريبا هذا الشكل حرف الصاد. لأن السن في الداخل هو سن الصاد، ما بصير ما بصير أكتب هذا السن للصاد زي بعض الخطاطين وأضع الألف على إنه طاء وهذا إيش نقطة. في لوحات ما للأسف ما عرضتها أنا موجودة، بعض الخطاطين كتبوا هذا الحرف على أساس الطاء، مثلا كلمة طيبة على سبيل المثال، ها طيبة، هاي الطاء وهاي الباء وهاي الهون، هذا بتخيل هضم لحق حرف الصاد من الكتابة. بس حرف العين يعني أنا آسف، حرف العين أيضا يعني الخطاطين عندهم مشكلة بالكتابة وأنا منهم. حرف العين في الوسط، هذه هذا الاتجاه الطبيعي لليد في الكتابة، هذه العين هذا اتجاه طبيعي لليد مغلقة إلى آخره. الآن بعض الخطاطين قالوا هذا الشكل يعني جامد شوي، شو رأيكم خلونا نحرك إيدنا هيك هيك أو هيك، صار في عندي تقوس، طيب خلي التقوس أقل. فأنا ما أدري ما أدري هل الحركة الطبيعية لليد هي الأجمل أو هذه الحركة اللي فيها يعني فيها تصنع إلى حد ما. وحرف العين طب هو فيها 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 فرق. إذا أحببتم أن نكمل في أي وقت آخر يعني خليها تكون يعني مش محاضرة، جلسة حوارية يشارك فيها البقية الزملاء الخطاطين في الكتابة، فهذا اقتراح حتى نصل إلى يعني القواسم المشتركة لأشكال هذه الحروف بحيث يعني نلتقي إن شاء الله في المستقبل. وأشكركم وبارك الله فيكم على صبركم علينا وحسن استماع. شكرا أستاذ منتصر الحمدان، كان بودنا يعني نجلس أكثر. حقيقة يعني القواعد الديواني يمكن هي موجودة في المفردات كما كتبها هاشم وحليم وكذا، لكن هي هو خط مرن، يعني الألف ليس له يعني نسبة معينة من النقاط وكذا، لكن هناك الجمالية العامة والمسافة، يعني يكاد الديواني في حروف المفردة هو يرجع إلى نفس الطريقة في تأسيس المفردات والمركبات في الخطوط الأخرى. الحديث طويل جدا، لكن نحيي الأستاذ منتصر ونتمنى أن نرى يعني جهوده في هذه الدراسة، لأن دراسته قديمة، هو من أوائل الناس اللي بدوا يشتغلوا بالديوان يمكن الآن أكثر من 30 سنة، الديوان الجلي، إنه نراها على اليوتيوب أو نراها دروسا يعني مطبوعة. بارك الله فيك وفي ميزان حسناتك. جزاك الله خير. ومرة أخرى شكرا يعني جزيلا. أشكرك أستاذ تاج وأشكر الأخت فاطمة
وأشكر جميع العاملين في مركز دبي لفن الخط العربي على هذه الدعوة، ونسأل الله تعالى أن نلتقي يعني في يعني ملتقيات أخرى وفي مهرجانات أخرى بإذن الله تعالى.